كلمة كده بس ايه على كل عدد بس. سيتر نايمة عليها البارتت جلاند، ودي البارتت دكت اللي بتخرم حاجة اسمها الباكسينيت. حوالين البق بسميها كلاريس غورس، حوالين العين بسميها كلاريس اوكولا. دي حاجة اسمها الاستينوماستويد اللي نايمة فوقها عضلة كبيرة اسمها البلاتيزما. دي الاستينوماستويد خلاص. دي الماسيتر مقطوع. دي الميديال تروجويد، ونمشي بالعرض. دي هي اللاترال تروجويد خلاص. دي الميديال تروجويد ونمشي بالعرض. دي هي اللاترال تروجويد. دي السكنس ميدياس، قدامها سكنس انتير وراها سكنس بوستير. سكنس ميدياس انتير وبوستير. ودي حاجه اسمها الليفيتروس كابل، ودي السبلينياس كابيتس، ودي السيمي سباينالس كابيتس، ودي الترابيزيس، ودي الامو هايود كلها. ده الانفيروبيلي وده السوبيروبيلي بتاع الامو هايود. فين ده جاستريك بس؟ دي الدايجاستريك ماسل، دي الانتيرو، دي البوستروبيلي بتاعها، ودي الانتيروبيلي. دي بستروبيلي وده الانتيروبيلي بتاع الدايجاستريك ماسل. ما دي مصلايه هناخدها بالتفصيل. ميه طالعه من ما دي مصلايه هناخدها لسه جايه بالتفصيل. طالعه من حاجه اسمها الستايلود بروسيس، اسمها ستايل هايود ماسل. حتى ما استعجلش على رزقك يا اصبر. انا جاي بالكره في الشارع. انا مزاي انا جاي بالكره. ما انا اجي على الكره ايه هيروح هناك ما ينفعش. عم ده يعني اه يا عم تعرف دي لو ضاعت تصورتهم كده. احنا مضينا احنا مضينا احنا مضينا احنا مضينا احنا مضينا احنا مضينا احنا في واحد قدام صبعي بسميه الاكسترنال كاروتيد مطلع برانشات هنتكلم عليها بالتفصيل. واحد من ورا بنسميه الانترنال كاروتيد دخل السكال. هنا كانت حاجه اسمها البروتيد جلاند. الاكسترنال كاروتيد ده مش لغايه ما دخل البروتيد جلاند واتقسم اثنين، واحد اسمه سوبرفيشال تيمبر وواحد اسمه ماكسيلاري. خلاص ده السوبرفيشال تيمبر وده الماكسيلاري. الماكسيلاري طلع برانشات حاجه اسمها الميدل مينينجيال، ونزل تحت عطى حاجه اسمها الانفيرو الفولار، وده بيجي في الامتحان. وعطى واحد عطى واحد للاسنان من ورا بسميه بوستيرو سوبيرو الفولار. بوستيرو سوبيرو الفولار. اما ده هو مين؟ الانفيرو. خلاص. وطلع واحد للعين اسمه انفرا اوربيتال. انفرا اوربيتال. انفرا اوربيتال خلاص. ده فيشل بعد كده.